السلام عليكم مشاهدينا، مرحبا بكم في قناة English Language. لدينا في هذا الفيديو مجموعة جمل وأيضا كلمات عن موضوع Sports and Games. أوكي، وسوف نتعرف على مجموعة من الرياضات باللغة الإنجليزية. أتمنى منكم أن تكتبوا لي ما هي الرياضة المفضلة لديكم في قسم التعليقات. إن لم تعرفوا اسمها باللغة الإنجليزية فلتكتبوها باللغة العربية حتى نتعرف على رياضتكم المفضلة والشائعة بين جمهورنا. فلنبدأ الآن بهذه الجملة. What is your favorite sport? What is your favorite sport? ما هي رياضتك المفضلة؟ Okay؟ اكتبوا لنا في قسم التعليقات ما هي رياضتك المفضلة. What is your favorite sport? What is your favorite sport? من يحب كرة القدم فليكتب I like football. Best of all. أحب كرة القدم أكثر من الجميع، أي من جميع الألعاب. I like football best of all. I like football best of all. بإمكانك أن تستعمل soccer وهي تكتب على هذا الشكل soccer. بإمكانك أن تقول I like soccer best of all، أو تقول I like football best of all. Okay؟ سوف نكمل بمجموعة من الألعاب وبعد ذلك سوف نتطرق إلى مجموعة من الجمل التي تخص الألعاب. من يحب من الألعاب كرة السلة فليكتب في قسم التعليقات basketball. Basketball. أوكي، أعيد معي basketball. كرة السلة basketball. من يحب لعبة المصارعة فليكتب في قسم التعليقات wrestling. Wrestling. المصارعة wrestling. أعد معي الكلمات wrestling. Okay. Wrestling. من يحب الصيد فليكتب لنا في قسم التعليقات My favorite sport is hunting. My favorite sport is hunting. الصيد hunting. أعيدوا معي hunting. hunting. جيد. من يحب صيد الأسماك فليكتب fishing. fishing. صيد الأسماك fishing. أعد معي fishing. fishing. أحسنت. وأيضا لدينا رياضة سباق الخيل horse race. horse race. أعيد معي horse race. horse race. horse race. horse race. أحسنتم، سباق الخيل horse race. بوكسين. بوكسين. الملاكمة بوكسين. أعيد معي بوكسين. بوكسين. جيد. بوكسين. من يحب سباق السيارات car racing. car racing. أعيد معي car racing. car racing. سباق السيارات car racing. car racing. جيد. cycling. cycling. سباق الدراجة or سباق الدراجات cycling. cycling. عيدوا cycling. cycling. سباق الدراجات cycling. جيد. من يحب لعبة الجولف فليقل golf. golf. okay. golf. أعيدوا معي golf.
اوكي. هاندبول، هاندبول، كرة اليد. هاندبول، هاندبول، كرة اليد. هاندبول، هاندبول، عيدوا معي. هاندبول، هاندبول. سكين، سكين، التزلج على الثلوج أو التزحلق على الثلوج. سكين، سكين، أعيدوا معي. سكين، سكين، جيد. سويمين، سويمين، السباحة. سويمين، سويمين، عيدوا معي. سويمين، سويمين، جيد. سويمين. لدينا أيضا لعبة تنس، 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 أوكي. هي مثل هذه الصورة، تنس تعني التنس، أوكي. تنس، أعيدوا معي. تنس، تنس، جيد. فولي بول، فولي بول، الكرة الطائرة. فولي بول، فولي بول، أعيدوا معي. فولي بول، أحسنتم. فولي بول. بعض الجمل تخص الرياضة. Where can I buy tennis racket? Where can I buy tennis racket? من أين يمكنني شراء مضرب تنس؟ Where can I buy a tennis racket? Where can I buy a tennis racket? أرجو منكم أن تعيدوا معي الجمل. سوف أقوم بقراءة الجمل ببطء كي تستطيعوا قراءة الجمل معي. أوكي؟ أعيدوا معي. Where can I buy a tennis racket. Okay, أحسنتم. Where can I buy a tennis racket? قم بإعادتها لوحدك الآن. جيد، أحسنت. Where can I buy a tennis racket? Where can I buy a tennis racket? Do you like to go fishing tomorrow? Do you like to go fishing tomorrow? هل ترغب في الذهاب لصيد الأسماك؟ Okay. Fishing تعني صيد الأسماك. أوكي. أعيدوا معي. Do you like to go fishing tomorrow? Do you like to go fishing tomorrow? Do you like to go fishing tomorrow? أعيدوا الجملة الآن وحدكم. جيد، أحسنتم. Do you like to go fishing tomorrow? Do you like to go fishing tomorrow? I should like to go duck hunting. I should like to go duck hunting. أفضل الذهاب لصيد البط. أعيدوا معي. I should like to go duck hunting. I should like to go duck hunting. I should like to go duck hunting. أعيدوا الجملة لوحدكم. أحسنتم. I should like to go duck hunting. I should like to go duck hunting. Where's the race course?
Where's the race course؟ أين مضمار السباق؟ أو أين مسار السباق؟ أعيدوا معي. Where is the race course? Where's the race course? Where's or where is? Where's the race course? Where's the race course? أعيدوا لوحدكم. أحسنتم. Where's the race course? Is there any good fishing around here? Is there any good fishing around here? هل يوجد مكان جيد لصيد الأسماك بالقرب من هنا؟ أعيدوا معي. Is there any good fishing around here? Is there any good fishing around here? Is there any good fishing around here? أعيدوا لوحدكم. جيد. Is there any good fishing around here? Is there any good fishing around here? Do I need permit? Do I need permit? هل أحتاج إلى ترخيص؟ أعيدوا معي ببطء. Do I need a permit? Permit. Do I need permit? Do I need permit? أعيدوا. جيد. هل أحتاج إلى ترخيص؟ Do I need permit? Do I need permit? Where can I get one? Where can I get one? أين أستطيع الحصول عليه؟ أي على الترخيص. أعيدوا معي. Where can I get one? Where can I get one? Where can I get one? أعيدوا لوحدكم. جيد. أحسنتم. أين أستطيع الحصول على ترخيص؟ Where can I get one? Where can I get one? Can one swim in the lake? Can one swim in the lake? هل يستطيع الشخص السباحة في البحيرة؟ Can one swim in the lake? Can one swim in the lake? Can one swim in the lake? أعد لوحدك. أحسنت. جيد. Can one swim in the lake? Can one swim in the lake? هل يستطيع الشخص السباحة في البحيرة؟ Can one swim in the lake? Can one swim in the river? هل يستطيع الشخص السباحة في النهر؟ أعد معي. Can one swim in the river? Can one swim in the river? أعد لوحدك. جيد. أحسنت. Can one swim in the river? Is there a swimming pool here? Is there a swimming pool here? هل يوجد حمام السباحة هنا؟ أعد معي. Is there a swimming pool here?
Is there swimming pool here? Is there swimming pool here? أعد لوحدك. جيد، أحسنت. Is there swimming pool here? Is there swimming pool here? هل يوجد حمام سباحة هنا؟ Is there swimming pool here? Is it open air indoors? Is it open air indoors? هل هو مفتوح أو مغلق؟ أي المسبح، هل هو مسبح مفتوح أو مسبح مغلق؟ أعد معي. Is it open air indoors? Indoors. Okay. Is it open air indoors? Is it open air indoors? أعد. Is it open air indoors? Is it open air indoors? أحسنت. Is it heated? Is it heated? هل هو ساخن؟ المقصود هنا طبعا المسبح، هل هو ساخن أو بارد؟ أوكي؟ أعد معي. Is it heated? Heated. إن كانت صعبة فقل heated. Heated. أوكي؟ Is it heated? Is it heated? Or is it heated? Is it heated? هل هو ساخن؟ أعد لوحدك. جيد، أحسنت. Is it heated? Is it heated? What's the temperature of the water? What's the temperature of the water? ما هي درجة حرارة الماء؟ أعد معي. What's the temperature of the water? What's the temperature of the water? ما هي درجة حرارة الماء؟ Is there a sandy beach? Is there a sandy beach? هل يوجد شاطئ رملي؟ Okay. أعد معي. Is there a sandy beach? Sand. Sand تعني رمل. Beach تعني شاطئ. Sandy تعني رملي. Is there a sandy beach? Where's the football field? Where's the football field? أين يقع الملعب؟ أعد معي. Where is the football field? Where's the football field? Where's the football field? أعد لوحدك. أحسنت. Where's the football field? Where's the football field? What teams are playing today? What teams are playing today? أي الفرق تلعب اليوم؟ أعد معي. What teams are playing today? What teams are playing today? What teams are playing today? أي الفرق تلعب اليوم؟ أعد لوحدك. جيد، أحسنت. What teams are playing today? What teams are playing today? Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? هل يمكن أن تحصل لي على تذكرة؟ أعد معي. Can you
get me a ticket or ticket. Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? أعد. جيد، أحسنت. Can you get me a ticket? Can you get me a ticket? I should like to see football game. I should like to see football game. أرغب في أن أشاهد لعبة كرة القدم. I should like to see a football game. أعد. I should like to see a football game. جيد. I should like to see football game. I should like to see football game. أرغب في أن أشاهد لعبة كرة القدم. Is there a football match anywhere this Monday? هل هناك مباراة كرة القدم في أي مكان في هذا الاثنين؟ أعد معي. Is there a football match anywhere this Monday? Is there football match anywhere this Monday? Is there football match anywhere this Monday? أعد لوحدك. جيد، أحسنت. Is there football match anywhere this Monday? Is there football match anywhere this Monday? إلى هنا مشاهدينا انتهى هذا الفيديو، أتمنى أن يكون قد نال إعجابكم. إذا أعجبكم هذا الفيديو المرجو الضغط على زر لايك وأيضا الاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم كل جديد، وإلى اللقاء.